موقع جزيرة نت أورد تقريرا حول قوات ألوية العمالقة المدعومة من التحالف بعد دخولها محافظة الشبوة وتحريرها لعدد من المناطق، حيث يتحدث المجلس الانتقالي بأن تلك القوات ستكتفي بالسيطرة على مديريات محافظة الشبوة فقط. ألوية العمالقة قالت في بيان لها إن استعادة مديرية حريب في مأرب هو تأمين لمديرية عين في الشبوة، وإن العملية كللت بالنجاح الكامل في تلميح إلى أن العملية انتهت وهو ما تريده الإمارات التي تعرضت لهجمات في الأيام الأخيرة من قبل جماعة الحوثي. وفقا للموقع فإن مصدرا في ألوية العمالقة قال إن ذلك يمثل المرحلة الأولى من جانب العملية العسكرية لا غير، وإن المرحلة الثانية كما هو مخطط لها هي التقدم في محافظة البيضاء ومحافظات أخرى.